بنقلع انا يعني لما ربنا يكرمه والجهاز اللي طبقها للمكفوفين. احنا كنا في الجامعه عندنا مشكله، ممكن الولد المكفوف احيانا يجيب واحد تبقى انت تقول جايب مين؟ حافظ ولا مش حافظ؟ فاضطر احنا نوفر له الكاتب. فالدكتور قال احنا بنوفر الكاتب. طب لو جاله فيهم 50 واحد وما عملوا حاجه فنيه كويسه جدا وما عنده ذوي احتياجات خاصه حوالي 400 ما جابهمش في يوم، ده وزعهم على مدار ايام الايه؟ الامتحانات عشان يقدر يوفر موافقين او كتبه من الجهاز. لكن لو الدنيا مش منظمه وانت جبت 100 في يوم واحد عايز 100 واحد كاتب. طب النظام اللي بيعمله بقى نظام كمبيوتر اللي هو اخواننا اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه هياخد على الجهاز بيسمع ويقطع والجهاز يصحح، لا محتاج حد يكتب له ولا حد معاه، ده هو قاعد على الجهاز الامتحان بدل ما بيجي له مكتوب هيجي له ايه؟ صوت. السؤال الاول لو عايز يعيده عنده الاليه اللي يعيد اختيار، انا اختيار الف اتسجلت هنشوف بقى يعني لو انت احتماليه تدخل العنصر البشري ولا الراجل اللي بيكتب له ساعده ولا ما ساعدوش ولا قال حاجه ثانيه برضه. تكافؤ الفرص بين ذوي الاحتياجات فيما بينهم. يعني احنا مثلا ال 5% في 50 امام. ال 50 امام مش هتقارنهم بال 950 ده فيهم 420 دول هتاخد افضل 50 منهم. عشان يبقى المقارنه بينه وبين نظيره وليس بينه وبين غير نظرائه. حقيقه انا بشكر الدكتور على هذه المنظومه، حبينا نقول لكم قد ايه فعلا كان فيها جهد، مش مجرد بدء امتحان واحد كاتب ورقه حرف حط اسمين كده والصبح وزع على لا ده مساله بقت عمليه. ولذلك احنا بنتاكد ان الامتحان صنعه وحرفه وكل حاجه في الدنيا دي بفضل الله في ظل سياده الرئيس وفي ظل هذه الجمهوريه الجديده التحول من عالم الهواه الى المتقنين المحترفين. كل حاجه ياخدها صاحبها. الامتحانات صنعه وحرفه ومهنه وتخصص وخبره ويقينا. ما تخيل لما في مثلا جهاز هو كل النطاقات ويستفيد من كل الخبراء هيطلعوا افضل حاجه، لكن لو في 10,000 جهه مش من السهل ان كل ال 10,000 جهه تقدر لان مش قاعد عفوا احنا صحيح اجتهدنا وعملنا منظومه متميزه جدا بس ما ده شغلتي دي لوحديها مش شغلتي الاساسيه الامتحانات، انا كانت شغلتنا المساجد والتوظيف والدعوه. اجتهدنا بالخلفيه الاكاديميه ان نعمل منظومه ممتازه في حدود المتاح لينا، لكن لما هتبقى جهه عفوا لكن انا بقى كنت هبحث اجيب اجهزه الكمبيوتر وامتحان سمعي للمكفوفين واجيب انا كل علماء النفس واجيب هتاخد جزء من ايه؟ طب لما يبقى عندي جهه متخصصه وانا اتعامل معاه. وبالمناسبه قعدنا مع الدكتور اكثر من جلسه شخصيه منهم والله جلسه نحو 3 ساعات. طب ايه المكونات؟ طب عايز ايه؟ طب الولاد هتمتحن طبعا انا بالذات عندي لازم امتحن شفوي لان الولد ممكن ما بيكتب قران كويس وانتوا عارفين اشقاء اخواننا اللي هو حافظين يعني مش على مشايخ محتوى. ممكن يبقى بيكتب لكن احكام التجويد عنده غير دقيقه. انا يهمني في الامام انه مش بس بيكتب القران انه يجيد قارئ القران ويجيد فهم القران. فاتفقنا ان هناخد اعلى ناس ونبدا نعمل ده المشترك انا برضه في الجهاز بس يبقى ممثل فيها ناس اساتذه من الجامعه المتخصصين في العلوم الشرعيه اللي يقيس اتقان مخارج الحروف، اتقان احكام التجويد، النقاط اللي هي صعب تتقاس لان احكام التجويد لا تؤخذ الا بالتلقي. فان شاء الله انا بشكرك يا دكتور واستاذنك برضه لان الشباب يعني اهو الشباب المثقفين كلهم طبعا من الساده الاعلاميين المحترمين المهتمين بده هتديهم فكره بقى عن المكونات الثقافيه اللي بتديها لهم القطاعات السلوكيه والنقاط عشان ياخدوا تصور قد ايه لو ربنا اكرمنا ده هيطلع امام او موظف. اتفضل.